وأيضا في صفحة 39 قال الذهبي: ولما حبس ببغداد استغوى جماعة، غشاهم جوا السجن، غشاهم الحلال، فكانوا يستنشقون بوله، غشاهم، قال انه ذو الصالح بيشيلوا بوله بشموه كذا، ليه؟ ويقولون انه يحيي ويحيي الموتى، بقى يشموا بوله كل مره، يشيلوا بوله يشموه، ذي قاعدين معه جوا. طيب، وكانت ابنة السمري صاحب الحلاج، ده صاحب الحلاج كان، قد أقامت عنده في دار السلطان، وكانت عاقلة حسنة العبارة، فدعاها حامد فسألها عن أمره، فقالت: قال لي يوما حامد، ده الوزير، نادى البد لأنه كانت سكنت مع ناس الحلاج، والحلاج قال لها: داري عرسك لولدي سليمان ابن الحسين ابن منصور الحلاج. فالوزير نادى البد عشان تشهد، الزول ده شفتي عليه شنو؟ شوف قال شنو؟ قالت: قال لي يوما قد زوجتك من سليمان ابني، وهو بن ايسابور، وليس يخلو ان يقع بين المراه وزوجها خلاف، فان جرى ما تكرهينه فصومي يومك واصعدي اخر النهار الى السطح، وقومي على الرماد، وافطري على الملح، واذكري ما انكرتيه منه، فاني اسمع وارى. هو في نيسابور هناك، ما مع الحلاج هنا، ولده بيغادي سليمان. قال: انا زوجتك لولدي سليمان ده، لو حصل اي خلاف بينك وبينه، قال: اعملي ده واطلعي فوق العرش واعملي ملح وما ملح هناك في نيسابور وهنا. قال: لا، فاني اسمع وارى. يريد ان يضاهي قول الله تعالى: انني معكما اسمع وارى. وزود ذو المجرم كيف؟ ولا لك كلام ده عند الصوفيه فيه، يقول لك الشيوخ مالهم، الشيخ يقول لك يسمع من هنا ليه وين وين، ويقول لك لحق بعيد، صح ولا ما صح؟ وغيره، عشان كده بيقوم بحرفوا الاحاديث، يقول لك الولي بيسمع من هنا وسمعه ما عنده حدود، وبيرى من هنا ورؤيته وبصره ما عنده شنو؟ حدود. لما كلام الحلاج اصلا. قالت، لسه بتتكلم، شوف الشهاده دي كيف. قالت: وكنت نائمة الليلة، جزارهم هناك أو هم جزاروا الحلاج اللي هو أبو راجلة، دي مرت ولده، مرت ولد الحلاج ذاته. قالت: وكنت نائمة الليلة وهو قريب مني، وابنته عندي، بنت الحلاج اللي هو أخو الزوجة قاعدة، والحلاج قريب من محل إحنا نايمين، فما حسست به إلا وقد غشيني. ليه مرت ولده؟ يبقى الشغل ده برضه قديم، صح ولا ما صح؟ قديم، ما جابوا الليلة الطرن قاعد، القديم لمرت ولده. طيب، فانتبهت فزعة، جاء عليها دار يطا، فقام صيحت، فقلت: مالك؟ قالت الحلاج: مالك؟ أنا مرت ولدك. قال: إنما جئت لأوقظك للصلاة. يا طلبي. وقال لبنته يوما، بنته كمان، قال لها شنو؟ اسجدي لي. قال: اسجد لي انا. فقلت: او يسجد احد لغير الله وهو يسمع كلامك؟ فقال: نعم، اله في السماء واله في الارض.